مشاريع جزائرية ركيزتها الابتكار العلمي والتكنولوجي لدعم التنمية الوطنية وتحسين جودتها، تلبية لاحتياجات السوق الجزائرية والأولوية الصناعية في مختلف القطاعات، كمشروع التنبؤ بالحرائق. Il est basé sur l'utilisation de faisceaux émis et réceptionnés et l'étude des signaux récoltés. Il sert à détecter le départ de fumée, analyser le signal récolté, trouver et dire à partir du signal reçu qu'à tel ou tel endroit il y a un départ de feu. لا يعد هذا المشروع لوحده المبتكر، فقفازات تحسس الأورام السرطانية عبر تقنية الربط بين العالم الافتراضي والواقع هو الآخر استثمار علمي في المجال الصحي. أنشأنا تطبيق في الواقع الافتراضي مثلا، بإمكان الطبيب أن يمس جوانب المتعلقة بالتيمور سرطان الرئة، بإمكاننا نشوف موضع سرطان داخل الرئة افتراضيا، ثم باستعمال هذه القفازات نستشعر موضع السرطان. أما مشروع سليمان فيدعم رقمنة قطاع التعليم العالي من خلال تصميم شرائح إلكترونية مخصصة للبطاقة الذكية للطالب، وتساهم في تقليص فاتورة استيرادها. المشروع يخص تصميم شرائح إلكترونية التي تدخل في البطاقات الإلكترونية الذكية للطالب الجزائري، أن تحاول عبر هذه المشاريع تصميم الشريحة الإلكترونية محليا وتصنيعها عبر قاعات البيضاء. في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم على جميع الأصعدة، يواجه الانتعاش الاقتصادي تحديات كبيرة تتطلب من الدول تكثيف الجهود والمساعي واستثمارا أكبر في الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي لدعم اقتصادها.